السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتابعين الكرام، تبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. شوفوا الصورة كيفاش دايرة، واحد الحندور كيبيني انا الاحسن منك. ها انت شوف كيبين الاحسن منك، واحد الحندور كيبيني ما قبلوا علينا كيما كنا قبلوا عليا. غادي يكون الجديد ان شاء الله العصير، وتكون الصورة والصوت. غير تبعوا معايا بعد هذا الفيديو اللي على مربوحة وحميد واخر المستجدات في الوسط ديال الفيديو، ما تزقلوهمش. الا زقلتو الوسط ديال الفيديو راه ما اذا ما سمعتوش الفيديو. شي كلمات تحيه لجميع المتتبعين اللي داروا لايك، اللي بارطاجاو، اللي داروا الابوني، كلكم المغاربه داخل البلاد وخارج البلاد، مح عليكم حتى الصباح من اخوكم مول سلوبي. خوتي العزاز قال لك عيش نهار تسمع اخبار، على قول الله اكبر العشاء كيأذن. قال لك عيش نهار تسمع اخبار. حميد هبطوه عاوتاني للراديو، وصراحة احنا شوف احنا من حقنا يبقى فينا الحال. شتي شي واحد كما كنقولوا شي قناة اللي كدير غير الروتين اليومي ما كتضرب في حد ما حتى شي حاجه، راه من حقنا يبقى فينا الحال. حين حتى قناه مربوحه ما كتضرب في حتى واحد، كدير الروتين اليومي ديالها من شحال هادي. عائله زوينه عايشين بخير وعلى خير، ما عندهمش ما خصهمش ولاد الشعب. ولاد الشعب بخير وعلى خير، ولكن حنا بقى فينا الحال على حميد اللي هبطوه تاني للراديو، وكما كنقولوا الحاله ديالو قالوا بالله على ما سمعنا الحاله ديالو قالوا صعيبه، ولكن حنا ما نصعبوهاش. ديما نقولوا يكون الخير، ومن الغدا ما عرفنا شكون اشنو كاين، من الغدا ما عرفنا اشنو غادي يوقع. حنا نتمنوا ليه ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله. الدعوات ديال المتتبعين ديال مربوحه كلكم الدعوات ديالكم الله يجزيكم بالخير. خونا حميد خونا، ونقولوا بانا وبزاف ديال الحوايج. كنا الدعوات ديال قناه مربوحه الله يجزيكم بالخير، الدعوات ديالكم كلكم. من الغد ما عرفناش كل واحد فينا شنو غادي يوقع ليه، وكاينين شي واحدين قال لك اللي تشفى غادي يتبلى، وكاع اللي يقول لك انا عندي وعندي 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 لا ممكن غدا تبرك فيه الكاينه. يا انت يا انت شي انت ولا انت ملي كت انا هذا ميساج لشي وحدين، انت ولا انت اللي كتحسب راسك شي حاجه وزعما راك وصلتي ودرتي ودرتي ودرتي، راه ممكن كان يا ما كان. الله يحضر السلام، ممكن غدا تبرك فيك الكاينه. انت ولا انت غدا تبرك فيك الكاينه، هاو نولو حنا نتفرجوا. وحنا الحمد لله ما كنبغيوهاش لاي واحد. علاش؟ حنا ولاد الشعب ومغاربه. انا ما كنتشفاش، وانا متيقن بان الناس ديال مربوحه ما كيتشفاوش. راه قالتها امي حاده، قالتها لالا حاده، راه قالتها قالت بالله المتتبعين ديالنا راه ما كيتشفاوش فينا. علاش هما كيديروا البوز حمر مره كيديروا البوز غير هاد الشهر؟ اللهم بارك راه جوج مرات واقيلا. علاش؟ المتتبعين زوينين كيبغيو يتفرجوا في الفيديو في اقرب وقت، كيما يتلاح الفيديو خاصو الهجوم. مننا نعرفو، مننا نعرفو المصداقيه. وخليني من واحد ولا وحده اللي كيلوح فيديو كيجيب لي 3000 4000 وقنوات طالعين. علاش؟ والو ضرب في عباد الله وضرب في الاعراض، لا مصداقيه لا مولاي بوي. انا ما كنعممش، كاينين الناس زوينين. هذا هو اللي كاين اخوتي العزاز. حميد قال لك هبطوا للراديو، وحنا نتمنوا الخير وما عرفناش الخير فين كاين. هادشي اللي غادي نقولو صراحه ديال الله. هي هذه عائله اخوتي العزاز محترمه،
كيديروا روتين اليومي ديالهم، انا بانت لي لاله حاده راه ما مرتاحاش. لاله حاده بانت لي انا مهم ما مرتاحاش كما كنقولوا الابن ديالها وهادي، وصراحه بانت لي ما مرتاحاش. وحنا شوف حنا الحاجه الوحيده اللي غنتمنوها هي كان هاد الازمه وهاد الفتره اللي كيعيشوا فيها كما كنقولوا هاد العائله، هاد الفتره قاسيه. نتمنى ان شاء الله ملي يدخل هاد العيد الكبير يدخل عندنا بواحد الصحه، بواحد الصحه والسلامه وطول العمر، وبغينا هاد العائله تفرح في العيد الكبير وتهي تعيد بخاطرها، وتوم يكونوا عائله ما عندهمش شي مشاكل، ما عندهمش بزاف ديال الحوايج. سيدي حامد يخرج سوا بخير ولا خير، الام والدقاد عاوتاني انا لي عاوتاني سيدي فهمتي البلايص الثاني يبينوا لينا بلايص، يبينوا سميتو الطبخه عاوتاني سيدي. وراه كيما كنعرفوهم هما راه تبارك الله لها بلا ما ندويو، عيالات تبارك الله قادات عيالات ديال بصح. صراحه اي امراه انا كنشوفها في قناه مربوحه كنشوفها كباب، هادي من دون نقاش صراحه ديال الله. هذا هو اللي كاين اخوتي العزاز. علاش انا نرجع لكم، انا ما بقيتش درت اللايفات حيت كانوا شي واحد جاو عندي قال لك سيدي علاش ما بقيتيش درتي لينا اللايفات، والاخوان وما عنديش فين ندير لكم اللايف. حنا لا جينا لواحد الخدمه وشدينا واحد البيت اللي كيما كنقولوا راه يلاه هبطوا للفيديو، راه عاودت لكم على المعاناه اللي جيت لواحد المدينه وشدينا واحد البيت وكيفاش دايره الحاله، راه عاودت لكم يلاه هبطوا عندي لواحد الفيديو راه غادي تلقاوه، غادي تلقاوه عندي في واحد الفيديو، وعاودت كلشي عاودتو فيا. علاش انا ما عنديش فين ندير لكم اللايفات، حيت حنا في واحد البيت ساكنين فيه حنا ثلاثة الناس. واش ندير لك انا لايف حدا واحد ناعس، ندير لك لايف حدا واحد مريح حداك لا علاقة لي باليوتيوب؟ كاينه ولا ما كايناش اخوتي العزاز؟ ما عنديش كيفاش ندير لكم اللايفات. ملي كنت مرتاح بوحدي كنت كندير لكم لايفات لا في اليوتيوب، فهمتوني اخوتي؟ هذا هو المشكل. ودابا انا كنمر في هذه الفتره هذه اللي حتى انا نقول لكم فتره قاسيه، والحمد لله ماشي نقولوا زعما الحمد لله، الحمد لله اللي كان عندي الصحيحه ديالي الحمد لله، هادشي اللي بغيت انا بغيت حاجه والحمد لله غادي تجي الحمد لله. شوف مازال دوز هذه المحنه هذه ونديروا لكم شعر لايفات زوينين وندير لكم فيديوهات صافي يكون خير ان شاء الله بحول الله. دابا ما عنديش فيديوهات كنخطفهم لكم، غير كنخطفهم لكم ما عنديش. الدراري دابا ملي كيخرجوا معايا جوج، ملي كيخرجوا هادي وكيخرجوا على ما مثلا كيخرجوا باش كاين اللي كيمشي يتقدى ولا يمشي القهوه، وهادي كنبقى مثلا بوحدي ديك ربع ساعه كندير فيها فيديو. ما عنديش كيفاش بغيت نمشي ندير فيديو في القهوة، ما كاينش كيفاش ندير هاد الفيديو. خاصك تكون مرتاح، خاصك تكون مريح كيما كنقولو عندك ستوديو ديالك، ستوديو ديالك بيت مكالمي بيه باش دير فيديو على خاطرك ولا دير لايف ولا دير. إيوا الغالب الله، الغالب الله خوتي العزاز. نتمنوا الخير لجميع المتتبعين وجميع المغاربة داخل البلاد وخارج البلاد. انا خوتي ما بغيت حتى حاجه، بارطاجيو معايا واللايكات صافي، بغيت حتى حاجه حيت انا راجل وكنطيح راسي. شنو اللي كيطيحني انا؟ كيطيحني الوقت، وما انا نحيدو الفلوس ابار، نحيدو الفلوس ابار، عندي الشخصيه ديالي عندي الكرامه ديالي. راجل بنادم ما يشدش فيك قدك، قدك ما عندهم يقول فيا انا وكباب. الحمد لله احنا ما متناش باقي في الحياه. يلا اخواني الاعزاء الى اللقاء، بارطاجيو معكم واللايكات الله يعاونكم.